السلام عليكم، نتمنى كلكم تكونوا بخير، كلكم ناشطين. معكم فخر الدين، فيديو جديد. المهم هذا الفيديو هادي غنحاول نديرو بواحد الطريقه مختلفه بزاف 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 على اللي تندير نورمالمون. ويمكنها بقى هاد اللعيبه هادي الا بقى نديرها ديما. قررت ما بقاش ندير لي فلوغ، لا غنبقى نديرهم ولكن غنبدا نديرهم بطريقه اخرى. قلت من الاحسن من الاحسن من الاحسن نحاولوا ننوعوا شي شويه ونديروا باش ما يكونش فلوغ ممل وما بقاش نعاود راسي. دابا عام تقريبا حنا تنديروا في لي فلوغ، ماشي غير لي فلوغ ولكن المهم اغلبيه ديال الوقت كاين شي 100 فيديو ولا اكثر ديال لي فلوغ، وانا شويه مليت وانتم حتى انتم تكونوا يمكن مليتوا. المهم بغينا نبدلوا شي شويه. دونك الفكره هي هذه، الفكره هي بغيت ندير فيديو تكون مقسومه على ثلاثه. الجزء الاول فيه لي فلوغ، الجزء الثاني غنديروا فيه صديق اما ريفيو على شي حاجه اما نجربوا شي حاجه في شكل، الجزء الثالث غنهضروا على شي موضوع ديال لاكتواليتي، شي لعيبه واقعه بحال الوداد مبروك عليكم. وبعض المرات نديرو تيستيو دي برودوي ولا سواء تيستيو نديرو انبوكسين بحال داكشي تيدير اجي نسولك من هذيك، سواء نشوفو شي لعيبات اللي في شكل كاين هنا في الشينوا ما كاينش في المغرب، مثلا شي فروين دوقو بحال هذا، واحد فروي في شكل اوتوفوكس اوتوفوكس كاين اوتوفوكس نديرو فيه على وجهي نديرو على هذا هاكي مثلا بحال هاد اللعيبة هادي. غنديرو في هاد الفيديو غنديرو ماشي غير هاد الفاكهه هذه دراغون فروت ولكن نديرو شي لعيبات اخرين واحد دي برودوي بشكل شي شويه. المهم نولي نقسم اللعيبات على ثلاثه باش الفيديو تكون شي شويه ناشطه وبنادم ما يملش وتولي فهمتي ديما تنتظر الجديد، لان يكونوا ثلاثه ديال الاجزاء ثلاثه ديال الاطراف في الفيديو. وملي بغينا نهضروا على الفيلتر نهضروا عليها، اذا كانت ديما كاين الاحداث ديما كاين شي حاجه جديده نسولكم نشوف شنو تظنوا على هاد اللعيبات هادو. المهم هادشي اللي كاين، يلا نبداو دابا الفيديو. هاد اللعيبه ديال المهدي هادي ديال اجي نسولك خاصني نبقى شي وحده اخرى. اولا نبدا بواحد اللعيبه مهمه 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 بزاف، نقول مبروك 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 للوداديين. خوكم ماشي ودادي اوكي حنا مغاربه، دونك نقول لكم مبروك للوداديين، ما ودادي ما رجاوي، نقول لكم مبروك للوداديين ومبروك للمغرب، لان هاد الفتره هذه تنظن انها احسن الفترات ديال الكره المغربيه. ما عرفتش واش موافقين الراي ولا لا، المهم قولوا لي اذا ما كنتوش متفقين في الكومونتير. علاش؟ لان البطوله الوطنيه عندنا ولا النيفو ديالها تيطلع، غادي تيطلع ماشي غير الوداد من الفرق كاملين، اذا شفنا دي واحد 10 سنين ودابا كاين فرق كبير في النيفو في بزاف ديال المستويات. هاد اللعيبه مزيانه بزاف. الحاجه الثانيه منتخب، المنتخب الحمد لله مازال ما تاهلش ولكن كما كان الحال نتمناو يتاهل، غيتاهل ان شاء الله يتاهل، ولكن كما كان الحال النيفو ولا زوين تتفرج تستمتع ماشي تربحو، ولكن واخا ملي تنتعادلو باش تعادلنا مع المالي كنا مسيطرين الماتش كامل عند الاخرين، دونك الفرقه مزيانه 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 بزاف. نتمنى دير شي نتيجه زوينه، تنتمناو دير نتيجه زوينه الصراحه. هذا الجيل هذا ما خصوش يضيع، لان جميع لي بوست فيهم لعابه زوينين وحتى البون توش فيه لعابه زوينين ومفاهمين بيناتهم وكل شيء، نتمناو يربحوا. المهم قولوا لي البرونوستيك ديالكم شحال تظنوا المغرب هيدير. بالنسبه لي انا تنقول المغرب هيدير ديك، مبغيتش نقوس عليهم، المهم واخا هكا كنقولها تنقول 1-0، تنقول 1-0. المهم نتمناو المغرب يدوز كما كانت الطريقه، المهم بغا يدوز كاس العالم. هذا ما كان، ندوزو البارتي الثانيه. البارتي الثانيه هي بارتي ديال الفلوغ كما ديما، غنوريكم الفلوغ حيت ديما تنقول لكم القرايه سوتنونس اللعيبات. المهم شوفوا شنو ضرا في الاخر في السوتنونس واللعيبات، دوزت السوتنونس مازال ما خرجوش النتائج، نتمنى حنا في شكل، المهم حنا القضيه في شكل، نتمنى ندوزو ان شاء الله نجحوا. هادشي اللي كاين. المهم شوفوا اللعيبات كي دازو، بارتي قصيره بزاف مي كيما قلت لكم تنتيستيو دابا في الكونسيبت، قولوا لي واش غنبقاو ديما نديرو بحال هكا ولا لا. المهم شوفوا اللعيبات. تنهضر مع الملايين ديال الناس في فيديو، ولكن باش نهضر مع ثلاثه ولا اربعه ماشي ساهله بحال نهضر مع الملايين ديال البشر. سبحان الله العظيم شكال هاد اللعيبه ياك. المهم دعيو مع اخوكم دابا، راه غير داز داكشي ولكن دعيو ما تعرف الله راه تعرف. المهم الله قاد على كلشي، نبرونشيو داكشي اللي تيتبرونشا. المهم خوكم ناعس خمسه السوايع هاد الليله، علمو قبل بليله ولكن غنجحو ان شاء الله.
واحد عاوني في شويه في بي بي تي حتى شحال تعاون في هذا الميموار داخلين فيه يمكن شي 4 الناس ولا شحال حتى شي ناس كاع ما عارفهم. شكرا. ياك هاد الطابله هادي غير نخليها كاينت هاد الطون ديال ترانسليشن ديال لايف هنا شتي هاد لايف تما هاد البلاصه كامل فاش نخلي زعما بلا ما نخلي شي واحد يجلس هنا حدايا لاصق حيد داك الكرسي حيدو كاع حيدو صح لا هو واخا يبقى غير هو غنحيي نبين بان ما كايناش واخا هكا كنحيدوه باش نكونوا حيدوه ما تجيش حداك باش نكونوا كونفانكي باش ما يجيش يجي الكرسي حدايا نحيد غير واحد اللعيبه اللي ما عندهاش. المهم انا غنطفي هادشي لاننا قربنا نبداو يلا نشوفكم من بعد تشاو. دونك نقول لكم شنو طرا دابا شحال في الساعة دابا 10:09 درت صوت نص معايش مع الجوج يعني شحال من ساعة حنا من بعد 8 السوايع من بعد اللي وقع هو انني درت صوت نص مزيان بريزونتيت مزيان قالوا لي بريزونتيت مزيان درت كلشي مزيان كاين دي بروف اللي المهم طرحوا لي شي اسئلة شوية معلكة ديك اللعبة ديال وبهاد الريشيرش ديالك شنو زدتينا المهم حاولت نجاوب ما امكن بطريقه زوينه هادشي اللي كاين في الاخر في الاخر قلنا قالوا لي بعدا خص نبدل غير الشكل ديال الميموار لا فورم وداكشي ديالو. المهم كانت واحد البارتي صعيبه في هاد سميتو في هاد سوتونس لان فداك الجوري كان جالس واحد الانسان اللي كان عندي من قبل معاه واحد المشكل غلط المهم كان داير واحد الخطا وتشكيت منه وطاح في الجوري تهلا فيا مزيان وقال لهم ما بغانيش ننجح. المهم في الاخر المهم ماشي هو اللي تيديسيدي كاين شي حد فوق هو اللي تيديسيدي شي اللي كاين هذا ما كان. المهم خصني نبدل شي لعيبات عطاتني بروف ملاحظات ديال داكشي اللي خصني تبدل ها هو الميموار اللي كنا مصدعين به الدنيا كاين ديال الحل حل فمي عييت انا صراحة لان نعس البارح 5 سوايع دابا عاد جيت نعاس وداكشي عاد المهم شي لعيبات انا خصهم يتصحوا وداكشي خصني نعاود نصيفطو ليها هاد السيمانة انا نحاول ندير داكشي اليوم نيت باش نحيدو محد سخون وهادشي اللي كاين حنا نشوفو داكشي كاين فهمتي مازال القصة مسالاتش هنا القصة سالي باش ناخدو الدبلوم لان كيما خلا واحد الدري هنا في الشينوا ما تعرف راسك نجحتي ولا ما تفرح تلت الدبلوم في يديك. المهم وهاد اللعيبه صعيبه بزاف لان نورمالمون تياخد حتى 6 شهور باش يخرج الدبلوم وداكشي. المهم اذا كان شي واحد باغي يخدمني عند شي شركه ولا شي لعيبه انا كاين. المهم هادشي اللي كاين شوفوا لا سويت ديال الفيديو. المهم كيما شفت ديك لابارتي ديال الفلوغ المهم شفتو كلشي اللي طرا دوزنا الصوت نص الحمد لله كانت مزيانه كانوا شي لعيبات اللي المهم كما ديما ولا بد ما تدوش شي حاجه بارفيت 100% ولكن مهم حاجه تدوز مزيان هادشي اللي كاين. دابا غنحاولوا نتيستي واحد لي برودوي اللي ما كاينينش في المغرب واللي هنا عاديين بزاف مثلا دي فروي اللي في شكل نشوف شي بواسون في شكل هما اللي نتيستيوهم وطاحت عليا واحد الفكره قلت علاش ما نعيطش لواحد من هادو اللي ساكنين معايا ولا شي جوج المهم راهم ساكنين هنايا ديك بحال كندق عليهم يا ربي ما يجيش انا الكاميرا حدا المول باش نتيستيو هاد اللعيبات ونشوفو هاد اللعيبات كي دايرين معاهم. المهم منهم كيما قلت لكم هاد اللعيبه هادي اللي في المغرب ما عرفتش واش كاينه ولا لا. المهم تكونوا عارفين الناس قد تكونوا في شي بلاصه واحد الدري كان شافها في انستغرام نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا قال لك فكرتو شي لعيبه كاينه في وان بيس الناس اللي تتفرجوا في المانغا. المهم نبداو التست المهم كيما قلت لكم غنجيب شي واحد اللي من هادو اللي ساكنين معايا معنا فيليب هيغاز فروم ماسيدونيا انتروديوس يور كانتري ان 5 سكندز 5 سكندز ماسيدونيا سمول كانتري 2 مليون بيبل وي ار فيموس فور فيموس فور روك الكسندر ذا جريت اوه Yeah. المهم حنايا اليوم جبنا واحد لي برودوي هاف يو اوريدي ترايد ذيس نيفر نو اي دون نو اف تيستي اور نو. المهم جبنا هاد اللعيبات هادو باش نجربوهم لان حتى هما ما عندهمش في بلادهم ونشوفوا المذاق ديالهم كيفاش داير. المهم غنحاولوا ندقوهم وهاد اللعيبه هادي ما عرفتش شنو هي ذيس ذا ستينكي وان اي ثينك سو اي دون ام نوت شور هي
everything in China has to be spiky. Look, even the fruits are like dragons and shit. Like, yeah, oh, now it has to refocus. Yeah. You know? Who's not at labor? Yeah. Which one you want to try first? Yeah, I would go with the dragon fruit. Yeah. I don't know how even to cut this. Maar eigenlijk is het een totaal label, Eddie. Try. You cut the ears. Totaal even niet. Spicy shredded cut. What does it mean? That it's shredded and spicy. What is this? I have no idea. Production date, and then it's in Chinese. How convenient. Yeah. it's just plants, right? I have no idea. Yeah, are you sure this is for eating, bro? Okay. Are you sure this is not what they put in the aquarium with their fish, like just to make it look nice? Maybe. It looks like funny. Okay. Shufu? How do you eat? Aren't you supposed to? Okay, why don't you no, cut it in half? In half? Yeah, oh, yeah, just... Right? I like this one. I like the how it looks like, but damn, it looks like a cake. Like normal grass outside. It smells like normal grass, yeah. Right? I didn't wash it before. They're hella. Hella Rabia. I didn't overdo it. Wait, I'll just cut a little bit. Without my finger. It's not bad. عاتي بحال اش بحال بغيتي شي كيوي مسوس. Doesn't taste like anything. I said it's like kiwi but it tasteless. Tasteless kiwi, yeah. Yeah, tasteless kiwi. I don't know if it's texture ديال الكيوي ولكن ما فيهش البنة. Nice. Angry. حيت طيحت الموضوع مابقاش الانترنت خدام. المهم غنجرب هاد اللعيبة هادي اللي فيها الشوك. المهم. We'll do the same way, just cut this first. No, you know what you can do? Can no, cut it like half. This in half, like this in yeah. half. Okay. Yeah. We need like four. Ooh. I think. Huh? There. Shkeva, that's not much. Bro, I do not want to taste this. You don't? Not good. Don't. Taste. Did you try it? Yeah, I tried. I did not want to try it. Oh fuck. Ma qadirtch na gachi. Okay, it's not that bad. Hamadou. J'aimerais que tu me remettes et tu me donnes. This is the thing you've been all waiting for. Oh. Hadou dari bhal douk li zar li tkonou bhal. Oh, no, bro. Exactly. Yeah, I think it's seaweed. Yeah, and it smells like dog shit as well, so sea dog weed shit. Join us, bro. I'm gonna eat. You are, okay, yeah, you try this. This. I don't. The seaweed is like. Oh. Oh man, this is my first meal today, so. After oh my god, he put it so fast, like. It tastes like shit, right? It's okay. It tastes like, you know those noodles you can cook? Always. Yeah, the like the box of noodles, they always put something in it. Yeah. Oh yeah. Oh, this is it. Yeah, it tastes. It's the same. It's okay. It's okay. I don't like it, but it's okay. Okay, that's nice. What about this? Yeah, you want to try this? If he says it's okay, it means that no, it's not okay. Yeah. How do you eat it? We don't know. I think it's rotten. No. 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 It's, no, it's like this. Yeah. It's really nice. It's really nice. No, I think it's like it's not good anymore because it's because you know like it's not good. Fruit should be tasty, you know. Yeah. Fruit should be like a little bit sweet, but it's like you know some water with some flavor. Yeah, a little bit. Yeah, just a little bit of flavor. Like in the restaurants where they give you like water with a little bit of lemon in it. And yeah, like, yeah. Wow, this water is. But so... it looks nice. It yeah. looks so nice, yeah. But. Yeah. But I'm a little disappointed on the fruit. Yeah. Okay, man. But like... it's nothing special. It's just. Yeah. Good luck with Henry and Julia.
need to clean. خصنا نلقى هادشي مهم. الدراري نتمنى هادشي يكون عجبكم. المهم اذا عجبك الكونسيبت بحال هكا باك ولا مره ديال شي لعبه بحال هكا قولوا ليا. تكرفس على الدراري مزيان، هرست لهم الانترنت، درت لهم هادشي كله. المهم على ود المجهودات على التكرفيصه، ما تنساوش ديروا لنا لايك، لايك للفيديو اذا عجبتكم، بارطاجيوها بارطاجيوها بارطاجيوها. ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجايه. يلا بالسلامه عليكم.